حسين دكوري، سينيور دوكيمنت كنترول ريتكون كونستراكشن في مشروع الحياة اللاتيني حاليا بالعملية. اهلا بيك يا فندم. أهلا فندم. معلش يا فندم، أنا كنت في نقطة بس، يعني أنا حابب أتكلم أكتر في الحاجة اللي خدناها النهاردة في الكرنت ريفيجن ستاتيوس دلوقتي في التغيير. لو حصل تغيير في حاجة ولازم أنبه بيها دلوقتي، في يعني في نقطة ما خدتش بالي منها كويس، اللي هي مثلا السوفت وير أو طريقة إن أنا أعرف، محتاج أعرف أكتر من طريقة إزاي أوصل للناس التغيير. يعني أنا بتعامل في حاجات معينة بتعامل فيها بالإيميل دلوقتي، إنما في طرق تانية، في حاجة يعني ممكن تضيفها لي اتكلمت فيها حضرتك؟ حضرتك بتتكلم ان احنا حضرتك شغال بسوفت وير ولا شغال مانيوال؟ لا لا، شغال مانوال. طيب بص يا فندم، احنا بنتكلم في الديستريبيوشن ليست دي، ان حضرتك بيبقى عندك دوكيمنت اتوزعت، مثلا فرضا مثلا ان الدوكيمنت دي مثلا عباره عن حاجه المين تريد بتاعها مثلا ميكانيكا، تمام، بس هي ام اي بي، تمام فهي ليها علاقه بالكهرباء وليها علاقه مثلا بالمعماري، تمام. تمام حضرتك الدروينج دي لما دخلت عندك الاول في الديزاين، حضرتك دخلتها للراجل، فكان متعارف عليها، او البي ام او الديستريبيوشن ماتريكس اللي عندك، فادتك بان هي دي هتروح منها الاوريجينال، منها هتروح تو ميكانيكال فور اكشن، والكتريكال اند اركتكتشر فور انفو، تمام. لما يحصل تمام عليها تعديل مره تانية لازم ترجع لنفس الناس، يعني لازم تروح فور ميكانيكال تو اكشن وانفو للكهرباء والمعماري تاني، تمام، تمام عشان هم تمام اكيد هم اكيد ليهم انبوت في القصه دي. فاحنا اللي احنا تمام بنتكلم فيه ان الديستريبيوشن ماتريكس بتفيدك في ان انت لو حصل تغيير على الدوكيمنت تعرف الدوكيمنت الاصليه بتاعت ريفيجن زيرو اتوزعت على مين، عشان لما تيجي تطلع عليها تغيير توزعها لمين تاني. ده بالنسبه للمانيوال. بالنسبه للالكترونيك سيستم، هو اوريدي بتبقى دي حاجه ابليكابل عنده، هو لوحده بيبقى عارف ان هو بيدي نوتيفيكيشن للناس اللي ليها علاقه بالدروينج دي، تمام تمام كده. تمام وضحت لحضرتك؟ اه تمام واضح، ماشي يا فندم، شكرا. نعم.